يكون حد فينا يعني ضليع في التاريخ أو باحث ومدقق عشان يسمع اسم أو يجي في ودانه اسم النقراشي باشا. يمكن ما نعرفش تفاصيل كتيرة عن رئيس الوزراء القديم اللي كان في مصر اللي كان في الأربعينات، إنما أكيد في لحظة وإنت بتقرأ جورنال يفكرك بحادثة اغتيال النقراشي باشا اللي ترتب على مقتل النقراشي باشا. طول الوقت بيجي اسم النقراشي باشا في سياق حادثة الاغتيال اللي تعرض لها. حادثة الاغتيال دي هي أنهت حياة النقراشي باشا، بس فتحت صفحة مهمة في تاريخ مصر، صفحة معقدة جدا في تاريخ مصر، وبقي اسم النقراشي باشا محصور في حادثة الاغتيال. النهاردة لما نقرأ أنه ابن النقراشي باشا وحفيدته بيسلموا كل الوثائق والأوراق الخاصة برئيس الوزراء ده، بيسلموها للدولة، بيسلموها لكي تحفظ ولكي تقرأ، تبتدي شهية الفضول والسؤال تطرح نفسها، وثائق إيه؟ وتقعد تذاكر في التاريخ، هو كان سنة كام؟ هو كانت علاقته إيه بالملك فاروق؟ هو كانت علاقته إيه بالإخوان المسلمين؟ هو اللي بيتقال ده صح ولا غلط؟ علاقته إيه بكوبري عباس؟ الحاجات المشاهد اللي بنشوفها في الأفلام الأبيض واسود، مش لازم نكون زي ما بقول باحثين في التاريخ. فيض من الأسئلة اللي ممكن تطرحها على نفسك وتقول من هو النقراشي باشا؟ محمود فهمي النقراشي باشا دخل السياسة منذ أن شارك في ثورة 1919، وأصبح واحد من السياسيين المصريين يجمع بين وزارة الداخلية والخارجية ورئاسة الحكومة، وتم اغتياله من جماعة الإخوان المسلمين. ولد النقراشي باشا في الإسكندرية سنة 1888، والتحق بمدرسة المعلمين الخديوية بالقاهرة، وكان مدرساً للرياضيات، ثم أصبح ناظراً بمدرسة راس التين في اسكندرية. قرر محمود النقراشي الانضمام لحزب الوفد والاتجاه للعمل السياسي بعد مشاركته في ثورة 1919. وعندما أصبح الزعيم سعد زغلول رئيساً للوزراء، عين محمود النقراشي وكيل لمحافظة القاهرة ثم وكيل لوزارة الداخلية. شارك النقراشي باشا في عمليات ضد الجنود الإنجليز، وحكم في جريمة قتل السردار البريطاني السير لي ستاك في نوفمبر 1924، ولكن مكرم عبيد الذي كان محامياً آنذاك استطاع أن ينقذه من حكم الإعدام. وبعد اغتيال أحمد ماهر أصبح النقراشي باشا رئيساً لحزب الوفد والحكومة المصرية. من أهم الأحداث في فترة حكم النقراشي باشا مظاهرات الطلبة على كوبري عباس التي حدثت في فبراير 1946، عندما خرجت مظاهرات طلابية كبرى حوصر فيها الطلبة في منتصف كوبري عباس، وقام الأمن بفتح الكوبري ليتساقط الطلبة في النيل. وبعد إعلان إضراب عام في البلاد، قام الملك فاروق بتعيين إسماعيل صدقي رئيساً للوزراء بدلاً من النقراشي باشا. ولكن بعد شهور قليلة أعاده الملك مرة أخرى لرئاسة الحكومة. في أغسطس سنة 47 وقف النقراشي باشا في مجلس الأمن وأعلن عداءه للإنجليز، وطالب بجلائهم التام عن مصر. وفي ديسمبر سنة 48 أصدر قراراً بحل جماعة الإخوان المسلمين، وبعد 20 يوم فقط قامت الجماعة باغتياله.